كانت مقابله صعيبه وحنا كنا عارفينها، لان كاع المقابلات اللي عندنا دابا حاليا المقابلات اللي خديناهم كلهم كانوا صعاب وكلهم كانوا مباراجات. المقابله ديال القيم الصالح، المقابله ديال الوداد، المقابله ديال الصخور كانت عندها واحد المميزات اخرى، طابع اخر، لانه كانت فريق كيقلب انه ينعتق من نزول وقسم العصبة، وفريق كيبحث انه يبقى في الصداره. فهي احنا بالنسبه لنا نقطه خارج الميدان كانت ايجابيه، لانه كان احنا كنجيريو مقابله بمقابله، وكل مقابله كنجيريو كنعطيو التحليل ديالها واشنو هو اللي خصنا حنا نربحو في هذيك المقابله. هذه المقابله بالنسبه لنا احنا كانت كنحتاجو 7 ديال النقاط، فجينا هنا في الملعب ديالنا انتصرنا. الملعب خرجنا الصخور السوداء، فهو كانت نقطه بالنسبه لنا ايجابيه، وان شاء الله ملي ندخلوا هنايا الملعب ديالنا بقينا واحد 3 ديال النقاط اللي هي الفاصل على القسم الوطني الاول، هوات غنتقاتلوا فيها غادي، لان حتى هي مصيريه ومقابله ومقابله صعيبه ضد خصم اللي هو متمرس، اللي هو النهضه الصلاتيه، فريق كبير وعنده تاريخ. انت راه كتعرف جل المغاربه كيعرفوا شنو هي النهضه الصلاتيه والتاريخ ديال النهضه الصلاتيه، وغتلعب بالتاريخ ديالها، وغادي حنا غادي نتقاتلوا، والنهضه الصلاتيه فريق عريق، حنا غادي نتقاتلوا معاه باش يكون واحد النتيجه ايجابيه ان شاء الله، وناخذوا ديك الترواكفوا ديالنا باش نفرحوا المنطقه ديالنا، نفرحوا الناس ديال الدار البيضاء كامله. السي الحنبولي، بغينا نعرفوا بالنسبه لهذه المباراه ديال الاشبال الصخور السوداء، واش كان جمهور، كان جمهور الجمهور كان كثير بالنسبه ل... هو دائما حنا حيت لاننا حنا ابناء المنطقه، اول حاجه حنا ابناء المنطقه، والفريق ديالنا كيلعبوا فيه الاغلبيه ديال وداد المنطقة، لأن المنطقة كبيرة ماشي منطقة صغيرة، كما كتعرفوا في وداد فهو في نادي تاريخي وقديم، والمنطقة ديال مولاي رشيد، سيدي عثمان، سباتة، السالمية، يعني المناطق الكبيرة، الأحياء الشعبية الكبيرة في الدار البيضاء، فكينتمي لها نادي وفا وداد، فالجمهور حج بكثرة، وكثرة من اللي عرف الوقت اللي سجلنا هدف التعادل، فكندورو كنلقاو أن الملعب تشال على عن آخره. كما كيقولوا لي الاصدقاء ملي كانوا في الاصدقاء ديالنا، فكان الفريق منهزم بواحد الصفر، كلشي كان ساكت، والمنطقه كلها كانوا الاخوان ديالنا على احر من الجمر. الوقت اللي تسجل الهدف راه كلشي هبط للصخور السوداء، وكلشي هبط باش يسال. بالنسبه للاعبين، واش غادي يكون كلشي حاضر؟ 90% ديال اللاعبين حنا ديالنا، واخا ما يكونش حاضر شي لاعب، راه كيكون كاين الخلف، عندنا الدوبلور ديالنا، عندنا لي جوار، حنا عندنا 30 لاعب كلها واجده، كلها كتقاتل، يعني ما كيكونش شي لاعب راه كيكون الدوبلور ديالو، فعندنا ما عندناش مشكل في هذا المساله، ما عندناش الخصاص. شكرا. جميع المباريات ديال وفا وداد وديال باقي المباريات الاخرى، بصراحه كي شفتي المباراه ديالنا ضد الصخور السوداء، يعني كانت مباراه حاميه الوطن، المباراة التي لا تقسم القسم على الاثنين، مباراة ديال المتناقضات، صراحة سيناريو اللي ما كانش يتصوره حتى شي واحد، على اعتبار أن فريق الصخور السوداء من الفرق حتى هي اللي تقول الكلمة ديالها في البطولة. فريق الصخور السوداء يعني فريق اللي بصراحة أعطى لاعبين اللي هما في المستوى، وتنغلوه بالعمل اللي تيقوم به للأخ هشام ولا باقي الأطر التقنية اللي معاه، لكن شاءت الأقدار باش أن المباراة ديال الدورة 28 تجمع ما بين المتناقضات، ما بين فريق اللي هو تيتزعم الصداره واللي تيقلب على انه يضمن الصعود ديالو، وما بين فريق اللي تيقلب انه كيفاش يعني ينعتق من اسفل الترتيب ويضمن البقاء ديالو على المستوى القسم الثاني، هو شطر الشمال الغربي. يعني ان الاستعداد ديالنا للمباراه هو استعداد كباقي المباريات، على اعتبار ان فريق اللي تيكون غادي الصعود فريق اللي تيحاول انه دائما يحصل نتائج ايجابيه. نتائج ايجابيه ما تجيش بالسهل، تجي بالعمل، تجيب الحضور، تجيب الالتزام، تجيب التضحيات الجسام، وتجيب التعاون، تجيب روح الفريق. حنا كنا عارفين بان النتيجه ديالنا ضد روشنوار غادي تكون سهله، يعني عدينا العده ديالها، وهيئنا الدراري سيرتو من الناحيه النفسيه ومن الناحيه الذهنيه، وحاولنا ما امكن اننا نحتاطوا، لان مباراه اللي ما تتلعبش ولكن تتربح. فبالنسبه لنا حنايا كان الهدف ديالنا الكبير والشغل ديالنا هو اننا نحافظوا على الصداره ديالنا في القمه،
هذاك حصلنا على نقطة هي بطعم من الانتصار، على اعتبار أن بقى لنا مباراة مصير هذا الفريق نهضة ستاتية. فكيف شفتي يا الأخ الكريم، مباراة ما كانت سهلة، مباراة اللي كنا منهزمين فيها ورجعنا في المباراة وحافظنا على النقطة ديالنا. فاللي يمكن لي نقول هو هارد لاك الفريق ديال روش نوار في المباراة الجاية إن شاء الله، ضد يعني المباراة الأخيرة ديالو اللي هي مباراة بين يديه يعني باش يحقق البقاء ديالو، فلازم عليه أنه ينتصر. وكذلك نادي وفا وداد اللي توا باش يضمن الصعود ديالو خص ينتصر. فتتشوف اليوم بان احنا استأنفنا التدريب بشكل طبيعي وبشكل عادي استعدادا للمباراه القادمه ان شاء الله، ما تكونش مباراه سهله، يعني ان لا الوليدات ولا الاطر التقنيه فهم حاضرين وتستعدوا للمباراه لانها مباراه مصيريه بالنسبه لنا حنايا. وتتمناوا ان شاء الله، لان اكيد ان غادي يكون واحد الحضور جماهيري اللي هو كبير، واللي تمن هذا المنبر هذا تنبغوا نحييو الجماهير العاشقه للنادي وفا وداد سواء من منطقه العثمان او منطقه مولاي رشيد روكا او العروين او جميع المناطق المجاوره لملعب تيسيبو اللي تحب هذا الفريق. بصراحه نادي وفا وداد جمع الاسره ديال المنطقه كامله برمتها. فاللي تنتمناو ان شاء الله هو ان المباراه ديال وفا وداد ضد نهضه ستاتية ان شاء الله تكون مباراه اللي تكون اداء ونتيجه. ما نعرفوك سي البحري، بالنسبه للمباراه اللي دوزتو مع الاشبال ديال الصخور السوداء، كيفاش كان الاداء ديالها بالنسبه للاعبين؟ وانتوما يعني لازمين على الفوز او واحد النقطه تجيبوها من هذاك الملعب. الاخ ما يخفاش عليك هو ان ملي تنتكلموا على هذه المباريات بهذا النوع فمباراه اللي عندها واحد الطابع خاص، وهذه مباريات استثنائيه. ربما تبغي تشوف المستوى التقني ديال واحد اللاعب تقدر يتم الاقحام ديالو مثلا في الدوره 15 او في الدوره 16، ان مازال عندك مباريات اللي ممكن تريكيبيري فيهم النتائج. ولكن اليوم ما مسموحش انك تغلط، وبالتالي خاصك تستعمل جميع الوسائل وتكون الحيطه والحضر وتركزوا الدراري في المباراه بواحد الشكل اللي هو كبير، لا من الناحيه الدفاعيه، لا من الناحيه الهجوميه، لا من حيث العلاقات ديالهم انهم يستفزوا من طرف فرق الخصم مثلا او لي زاربات او الجماهير او هذا، يعني ان خص يكون ذاك التركيز التام. وبطبيعه الحال يعني شفنا كيفاش اللاعبين كانوا مركزين، ما كانتش اخطاء، ولكن اهم بالنسبه لنا حنايا هو لا سيكيورتي توتال وما يتماركاش علينا، وكيفاش اننا نحافظوا على النقطه ديالنا. ولا كان انتصار ما كرهناش، كانت نقطه فبالنسبه لنا حنا في طعم الفوز. يعني ان اللاعبين ديالنا بصراحه تنحييهم لانهم كانوا في المستوى وعبروا على علو الكعب ديالهم، والحمد لله العمل اللي تيقوموا به لا ستاف تكنيك لا ستاف ادمينستراسيون الحمد لله، ولا موتيفاسيون اللي كانت الاخوان وهذا. فالدراري ولات عندهم ثقافه الانتصار، ولات عندهم ثقافه النتائج الايجابيه، وباش ترسخ في العقول ديالهم وفي الاذهان ديالهم هذه الثقافه هذه تنظن بانها ماشي سهله. والحمد لله يعني على المباراه مرت في روح رياضيه عاليه وفي اجواء رياضيه عاليه، يعني هي مباراه ديال الجارين، مباراه اللي لعبنا ضد الاصدقاء ديالنا والاخوتنا والزملاء ديالنا، اللاعبين تعرفوا بعضياتهم، المسيرين تعرفوا بعضياتهم، لكن جاءت الاقدار باش الكره تحطها في هذه الوضعيه هذه، وتنظن ان التعادل كان منصف الفريقين. بالنسبه للجمهور، حنا كما شفنا الجمهور اللي كان حاضر في المباراه ديال الفقيه بن صالح، يعني حضور النساء، يعني حضور نساء، اش بغيت تقول في هذا؟ هو الحضور النسوي داخل المباراه سواء في الفقيه بن صالح او ضد روش نوار او المباراه الاخيره غتكون عند الصطات، هي نسخه كربونيه او نسخه طبق القصل، عفوا نسخه طبق الاصل المنتخب الوطني المغربي ديالنا.